السلام عليكم أساتذة الأعزاء، في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن كيفية عمل جروب كامل لنوعية الأبلود فايل، الأسئلة بنوعية الأبلود فايل التي تحتاج إلى رفع ملفات. مثلا هذا الجروب يحتاج التدريس أن يضع فيه 10 20 30 سؤال حسب الحاجة التي يراها، لأن كما بينا سابقا أن هذه الجروبات كل جروب راح يكون مختص بنوعية من الأسئلة، أبلود فايل، ترون فولس، ملتي تشويسز، ملتي أنسر إلى آخره. وعضو اللجنة الامتحانية وحسب رغبة التدريسي سوف يقوم بعمل راندوم، لأن التدريس مثلا يعني يطلب من عنده انه مثلا ترون فولس يكون ياخذ من عنده 3 اسئله، الملتي تشويسز 4 اسئله، الابلود فايل سؤال واحد وهكذا، وكل واحد ودرجته، فيصير راندوم حتى يكون الاسئله مختلفه التي تظهر للطالب. اوكي، شلون نبدي نشتغل هذا النوع من الأسئلة وبحيث يتلائم مع المنصة؟ كالمعتاد يجب في بداية الأمر كتابة كلمة جروب موجودة ها هنا في الأعلى، ومن ثم أوكي نكتب 1.space بمقدار فراغ 1. الآن نقوم بكتابة الأسئلة التي يعني التدريسي قام بعملية تحضيرها، حضرها التدريسي. هذا هو مثلا السؤال الأول. اوكي نضعها هنا، انتر. الان ما هي الآلية التي سوف نضعها وعليه سوف تتعرف المنصة انه هذا النوع من الملفات هو الابلود فايل؟ من خلال الضغط على الشيفت ورقم 6 لكي نضع علامة الرفع للأس 4 مرات. اوكي راح نعيد العملية بسؤال ثاني. 2.space مقدار فراغ، نقوم بجلب السؤال الثاني. هذا هو السؤال الثاني، كوبي، أيضا نضعها هنا، انتر، شيفت، علامة الرفع للأس الموجودة فوق رقم 6 4 مرات. وهكذا بالنسبة للسؤال الثالث، 3.فراغ اللي هو السبيس بمقدار 1، أيضا نجلب السؤال الثالث، ها هنا، أيضا انتر، شيفت، علامة الرفع إلى الأس 4 مرات. وهكذا إلى بقية الأسئلة. شوف التدريس ايش قد يحب يخلي أسئلة في هذا الجروب لكي يقوم بعملية رفعها. الآن نقوم بتحويل ملف الوورد إلى صيغة يعني التكست، ومن ثم تحويله إلى صيغة الكيو تي اي. نذهب إلى فايل سيف أس، براوز، ننتظر قليلا، نذهب ها هنا، نختار هذه الصيغة txt، ومن ثم save، نختار other، البحث على utfi، آسف utf8، هاي نختارها ثم نقول له اوكي. نغلق هذا الملف. سنلاحظ وجود ملف بامتداد txt ها هنا على سطح المكتب. نذهب إلى موقع الجامعة لكي نستطيع أن نقوم بتحويل الملف إلى صيغة QTI. نضعها هنا، ننتظر قليلا، اكتمل، هنقول بدأ التحميل، إلى داونلود، موجود في الحاسبة، ملفات المضغوطة، نقوم بأخذ الملف ووضعه على الديسكتوب، نقوم بتحديد الملفين، نتأكد من تحديد الملفين بشكل صحيح، كليك أيمن، Add to Archive. انتظر قليلا، اختار هذا الامتداد ومن ثم
أوكي، ها هو الملف. هذا الملف الذي سوف نقوم بإرساله إلى اللجنة الامتحانية لغرض رفعه إلى المنصة. شكرا لاستماعكم.